منيح اللي جيتك بدي اطلبك. معقول ما كون ناطرك بعد كل هيدا؟ يعطيكي ألف عافية. يا لطيف على يلي صار اليوم. خير؟ على فكرة كنت متوقع. لا شو بدي خبرك؟ يعني ما كنت متوقع أبدا إنه في هيك. أقلع مني! إذا ما قتلني وأنا أقتل حالي! شيلي السكينة من ايديك، شيليها. ليه انقلبتي هالقلبة؟ هيدا مش أول لقاء مع حبيب القلب، أو لأني كشفتك، أو يمكن الخوف بيعمل هيك. فجرت. أنا مش خايفة من شيء. بتعرف ليه؟ لأنه بحياتي ما غلطت إلا معك أنت، وهالغلطة بعرف كيف صلحها. شوفي نور، وعي تفكري إني رح نتف حالي وخزي تيابي وإنه يابا خنتيني وانمس بشرفي أو شيء من هيدا الحكي. لا لا لا، ما يروح فكرك لبعيد. أنت مش مرتي ولا من عائلتي، انت بالنسبة لي مثلك مثل أي وحدة تحت ماشية بالشارع. انت مشكلتك بس انك كذبتي علي، كذبتي على ثروت. انت استغليتيني، خلفتي بالوعد والشرط اللي بيناتنا. شو عم تخرب تقول انت؟ أي وعد وأي شرط؟ عم تحكي معي مثل كأني شي سيارة شارية ولا شي غلط شاري لحدا تصمتوا ببيتك. لكن لا اصمدوا على الشاشة. الدنيا كلها بتعرفك وقت كنت تحمل الميكرو وتركضي ورا الناس تسأليهم شو طابخين
شو شارين تياب للعيد؟ يوم وليله وعي وليوكي اعلاميه مهمه وعلى وحده من اهم المحطات، هيدي الحقيقه. اذا انت نسيتيها الناس ما نسيتها بعد. الناس بتعرف مين نور رحمي هلا. كل الحكي اللي عم بتقوله هلا ما بقى يهم. نغمة جديدة والله. أنا مش عم بنكر إن أنت ساعدتني لحتى أوصل لهون. ولا ناسي شو عملت كرمالي. بس أنت كمان ما تنسى قديش دفعت. دفعت كتير. وماني مستعدة ضل عم بدفع هيدي الفاتورة كل عمري. يعني؟ يعني لهون وبس. خلص ما رح اسمح لك ضلك شاريني وشاري شبابي ومستملكني كل العمر. انا بحق لي كمل بقيه حياتي حره. لك يا نور، انا ثروت، انا ما بينقل لي هالحكي. شو بدك اياني اقول لك يعني؟ جاي عم تضرب وتهدد وتغلط فيي. عم تحكي معي مثل كأني شي وحدة من هول ال... ايه قولي. لكن شو بتفسر اللي عملتيه؟ تركتيني عم فوت واطلع لعندك، بتطلعي من ورا ظهري عايشة حياتك معه؟ شفت؟ أنت قلت حياتي. حياتك اللي أنا. لك أنت ما فيك تظهر معي لحتى نشرب فنجان قهوة. صار لي سنين مقبورة مزروبة بهيدا البيت، حدك بالسيارة ما فيني كون. هيدا كان شرط بيناتنا، شو اللي تغير؟ ما هيدي هي المصيبة. إنه أنت منك عارف شو عامل فيي. من يوم يلي تعرفت عليك وأنت بتوعدني وبتقلي حكي على أساس إنه هو كرمالي. إيه، وشو النتيجة؟ ضل حلم؟ ما حققت لي كل أحلامك؟ النتيجة إنه طلعت ورقة مخباية بجارورك بتطلعها ساعة اللي بدك. النتيجة إنه ما قدرت تعترف فيي حتى قدام ناطور البناية. بتفوت وبتطلع من عندي مثل الحرامي كرمال ما تنزع سمعتك فيي. سمعتي وسمعتك. يرضيك يعني يقولوا عن نور رحمي انه على علاقه مع حدا؟ اكيد لا. كرمال هيك كنت ناطره اكون بحياتك بصفه رسميه اطلع فيها قدام الناس. بس طلعت مرتك وعائلتك فوق كل شيء. ما بيجوز اي شيء ينزعلن حياتهم. طبيعي، هيدا حقهم 100%. وحقي انا كمان. بمعنى يعني خلص كل واحد فينا عنده حياته وهو حر فيها. حر فيها؟ ما تخيلتك تكوني مغرومة هالقد. ما تخيلت جنونك يرميكي بمطرح ما تقدر تقومي منه. وليه؟ أنا بنهيكي من على وجه الأرض. ما بقى بتقدر. ما تجربيني. انت ما تخليني اعمل شيء غصب عني. نور يلي بتعرفها تغيرت كثير. يعني خلاص بدك تروحي فيها للاخر؟ الموضوع بايدك. فيك تنهي كل شيء على رواق ونضل اصحاب كل العمر، على القليل كمان العشره اللي بيني وبينك. رح اتركك تجربي كرمال تعرفي قيمتي بلاي وأهمية اسمك يلي شد ظهرك فيه. جربي شو فيها. جربي حياتك إذا شلت إيدي عنك. هيدا حقك. بس بعد كل اللي ناوية تعمليه رح ترجعي لعند صباطي تبوسيه وتطلبي مني إني سامحك.
معك معك. هلا عم يوصلني الصوت، عم يجي عليك الخط شوي. معلش انت منين عم تحكي؟ طيب ليك نحنا بتقدر تقول هلا فرقنا على الجرود. ماشي ارميها على الله. لحد هلا الامور بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي جمال. خليك معلم. انا رح انزل اشوف شو القصه. شوف ابو علي وانا الظهر. فرضك ولا شهير؟ اسمعني منيح وما تحكي ولا كلمة. أمي خلي هذا معك، أنا نازل أشوف شو صار مع أبو علي. خدي في السيارة. وين جماعتك؟ جماعتي؟ أي جماعة يا زلمة؟ شو عم تحكي أنت؟ أبو علي وين هو جبل؟ هي هاي السيارة قدامكم فتشوها. فتشوا السيارة. ردوا البرادي لو سمحتوا.
تقبر قلبي. على السلامة. منوش فديك تضلي صافني. الحمد لله على سلامتك. ربي يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا بطل. ما تشوف شر. ابو علي الحمد لله على السلامة. شو؟ مغير عليك؟ علي اخ يا صاحبي. شو ابو علي؟ قصتك هون؟ اطلع بدي كل الخلق تسمع. يلا هلا ما عاد لك حجه، الشغل ناطرك. يلا يا رجال. يلا سمي من الله. موجود ديما؟ لحظة مش موجود. مش موجود بمكتبه؟ بعد ما وصل. ما وصل؟ زيارته بالباركينج. والله ما بعرف. ست نور؟ لحظة
لوين رايحة؟ يا عمي ما بيصير هيك. ست نور فيني أفهم شو عم بيصير؟ سوري ما قدرت أوقفها. مالي طلبي لنا فنجان قهوة بليز. أوكي بدك تروقي وتهدي لأنه هيك نحن ما رح نقدر نحكي. مين هالشرشوحة اللي حاطينا محلي؟ هيدي الشرشوحة اللي عم تحكي عنها إعلامية جديدة وعيب تحكي عنها بهالطريقة. عم بتدافع عنا كمان؟ لا مش عم دافع عن حدا، بس انت جاي لعندي موتره ومعصبه ومش ناوي تسمعيني. كيف بدك اني اسمعك وانت جاي وحده محلي تعطيها بروجرامي؟ لكن شو جاي تعملي عندي؟ جاي اقول لك انت واحد جبان وانت بروفيشنال. لحظه نور سوري اذا جاي تحكي هيك انا ماني مستعد اسمع. شو على فكرك انا ما بعرف شو عم بيصير من ورا ظهري؟ او ما بعرف مين يلي جبرك تجيب وحده محلي وتقعدها على نفس الكرسي؟ ما حدا بيجبرني على شيء، بعدين شو مستغربه؟ هي جاي مثل ما جيتي انت لعندي اول مره وقعدتي على نفس الكرسي. انا نور رحمي. نحن اللي عملناك يا نور رحمي، مين بيعرف يمكن هي تكون مثلك واحسن منك كمان. ما بصدق لالي هالحكي بعد كل النجاحات يلي عملته للمحطه بتقلي لالي هيك؟ بعد كل التعب والسهر والترندز وين راحوا هول؟ ما في شيء راح. انتو فيلي بتمرقي على المحاسبه، في تشيك لالك لنهايه خدمتك. Thank you. ايه هيك لكان. ايه بسيطة بسيطة. لا بالعكس انت عملت اللي عليك. بعدين المصلحة العامة فوق كل شيء وهي بتعرف منيح والكونترا بمضي بإيدها. المهم هلا كيف لقيت الصبية جديدة؟ بدنا اياها تكسر الأرض. هيدي مسؤوليتك ها؟ بكل الأحوال صارت بدها قاعدة. بشوفك على قريب. مشكور مرة تانية. باي باي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحب بالزلم يا مرحب. ارتاح بالقدر. الحمد لله على السلامة. ألف مبروك يا ابني. نورت الهيبة برجعتكم. وطمنت القلوب لأيامتك بالسلامة يا صخر. الحمد لله. على عيني يا أبو أحمد. يا حبيبي. نحن تأخرنا بالزيارة لحتى تهدوا وترتاحوا من هالدعك. إي والله يا مختار. بس شو الواحد بده يقول؟ ارميه على الله. استفادات ربك رحمة. لك يا ابني الله قدر ولطف. يعني تنذكر وما تنعاد. المهم هلا انه رجعت لبيتك وعزوتك. هذا كله فضل الله وفضل هالمحروس. عزبناك معنا ابو كيسة. يا عيب شو منك؟ افضلك سابقة. المهم يا جماعة خطوتكم عزيزة. وانا هيك هيك كان بدي هالجمعة لحتى احكي معكم كلمتين. لك يا جبي ارتاح شوي ما حلك بعد. معلش يوك ابو عيسى صارت وصارت خلينا نكسب وقت. يا ابني نحن كلنا معك باللي بتقوله. قول يا جماعة الخير. انتوا عمركم ما خيبتوا الظن وانا وربي مآخذ حالي عنكم. بس الله من فوق بيعرف شو اللي صار فينا وانتوا بتعرفوا ابن سلطان منيح. على اي حال هذا الكلام امبارح. نحن اولاد اليوم. انا بعرف الشغل صار واقف فتره ما بيسوى يتاخر اكثر من هيك. وانا بقول لكم كلمه ارض سلطان شيخ الجبل ارضكم انتوا. الشقفه تبع بيت عمي يصطفلوا فيها. نحن بفضل الله حصتنا كبيرة وبتبلع الشغل كله ما تهكلوا للهم. وبإذن الله من بكرة الشغل رح يرجع وأحسن ما كان قبل. وبقلكن يا كلمة يلي تضرر من تحت راسي يا تاريخ سجل حقه محفوظ بيجي بياخذوا من هالرقبة. نحن هون سهرانين ما بنعرفه للنوم لحتى نرجع حق كل واحد فيكم.
لك الله يديمك يا جبل. الله يرحمك. مين خلف معنا؟ طول عمرك طول عمرك. مرحبا. يا هلا ست نور. عندي موعد مع استاذ روجي. اكيد هو ناطرك، تفضلي. شكرا. اهلا 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 وسهلا. كيفك استاذ روجي؟ بشكر الله. تفضلي. خبريني شو اخباري؟ كيف ماشي هالدنيا معي؟ ما بعرف اذا عندك خبر باللي صار معي بالتلفزيون. سمعت شوي تلتلتي صارت بخصوص البروجرام تبعك. بخصوص كل شيء. لهيك انا تركتهم ومشيت. اوف، كيف صار هيك؟ قصة طويلة. المهم هلا انا قصدتك بخدمة. إذا بقدر من عيني هي قبل هي. أنا حابة نشتغل مع بعض. وطول من خلال شاشتك ببرنامج جديد. مرحبا. يا هلا ست نور. عندي موعد مع استاذ روجي. اكيد هو ناطرك، تفضلي. شكرا. اهلا 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 وسهلا. كيفك استاذ روجي؟ بشكر الله. تفضلي. خبريني شو اخباري؟ كيف ماشي هالدنيا معي؟ ما بعرف اذا عندك خبر باللي صار معي بالتلفزيون. سمعت شوي تلتلتي صارت بخصوص البروجرام تبعك. بخصوص كل شيء. لهيك انا تركتهم ومشيت. اوف، كيف صار هيك؟ قصه طويله. المهم هلا انا قصدتك بخدمه. اذا بقدر من عيني هي قبل هي. انا حابه نشتغل مع بعض. وطول من خلال شاشتك ببرنامج جديد. هيدا كل يلي عندي. شو رايك؟ ما بعرف شو بدي اقول لك بصراحه. ما في اثنين بيختلفوا على انك مكسب لاي محطة او منبر اعلامي، بس اذا بخصوص المصاري ما تعطي الهم. لا 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 ابدا، مش هيدي المشكلة. لكن شو المشكلة؟ بتمنى تكون صريح معي. بالحقيقة ما عم بقدر لاقي سبب مقنع ليتخلوا عنك بهالطريقة. عفوا انا ما عم شكك لا فيكي ولا بكلامك، بس عدم المؤاخذة مش غريب انه ما يعملوا حساب لحدا. حدا مثل مين؟ انت فاهمه قصدي مني يا ست نور. كمل. ما تزعلي مني، انا مش مستعد افتح جبهه مع حدا بمركز السيارة.
مرحبا. فوت. عادي. لا معلش ما رح اخذ من وقتك. هنن كلمتين بدي احكيهم وامشي. قوليهم على القعد. هي اول مره بنلتقي، بس انا سمعانه عنك كثير. من شاهين؟ اكيد لا. لا من اخي صخر. لما تزوجت حكالي كيف تعرفتي على شاهين وكيف وقفتي جنبه لحتى يقدر يطلع من اللي هو فيه. اي ما طلع ولا حيطلع. شو قصدك؟ شاهين عايش من قتل. اي عايش وبيحبك كمان، لهيك لازم تكوني حده بهالوقت. شاهين عايش؟ شاهين عايش ما؟ شاهين عايش؟ مظبوط شاهين عايش؟ خدي اشربي معي. اسلم. صح. قلبك. كنت متأكدة إني شفته. بس هنن بدهم يكذبوني، بدهم يجننوني، بس انا شفته. يا مناروق شو باكي؟ هيدا بدها بتنبسطي انه عايش؟ ايه معك حق. طالما شاهين بخير انا ما عاد يهمني شيء. غلطانه. انت هلا بلش دورك. منى طلعي فيني هون. انا ما في بيني وبين شاهين أي شيء، خلي قلبك يبرد من هالناحية. كل القصة إنه أجا لعندي لحتى ساعده بالوقت اللي ما كان في حدا واقف حده فيه. بس من أول نهار تعرفت عليه لآخر نهار، شاهين ما حب ولا حيحب مرقد محبك. لهيك ما لازم تتركيه، هو بحاجة لإلك هلا. هو قال لك؟ ليش هو عنده سيري غيرك؟ لآخر لحظة وأنت حسرة بقلبه. لهيك لازم تلحقيه وقال لها حتخسريه. كيف فيني؟ يمكن لأني بحبه. بشرفي زعلت عليه لجبل اليوم. شفته كيف مكركب وماله عارفان شو بده يحكي. خوك فهمان منيح شو عم يعمل. بعدين هي كل يومين بيترتب كل شيء، بيتنظف المستودعات وبيرجع الشغل أحسن منها. حبيبي نحن تعلم علينا، هي كبيرة وما بتنبلع. ماشي شرب لي شايك هلا وخلينا نروق. بدنا نريح ها؟ جاي نهدي البيت. تلعب ده طاولة؟ جري. هدي البيت صاخو، شو بدك فيه؟ هدي البيت. عوافي يا أبو أحمد. هلا ابني. شو يا أحمد ما بدك بارك لصاحبك؟ مبروك بس عشو؟ يوم العريس أرى الفاتحة. مبروك يا أبو سليمان. مبروك يا أبو كمان. الله يبارك فيكم يا شباب. أبو أحمد من اليوم لثلاث أيام طلبات الشباب على حساب. جزت العمر بس ما قلت لناش مين سعيدة النصيب. بنت شيخ الجبل.
من اليوم صاحبك صار صهر المعلم غازي. لأمتى بدي ضل حاملة هم بيت عمك ومشاكلهم؟ ما حلي أخلص من هالقصة بقى؟ بعدين تعال، كم مرة قالت لك هالبنت إنه ما بدها إياك؟ ما بدها إياك؟ ليش راكد على الموت وراها؟ أمي أنا مالي راكد ورا حدا، بس هذا الحيوان داير حوالي ماله عرفان كيف بده يموت. اسمع مني الكلمتين وارميها على الله. أنا إيه ربي أكتر واحد حاسس فيك، قلبك بصدرك بيدق على البنت اللي بده إياها، ما حدا اللي الله خلقه خصه فيك. أخي أنا هذا الحيوان حطيته براسي، خلاص بشرفي لعلقه من رموش عيونه. ما بدك مين يقول لك، نحنا مكركبين هالفترة، خلينا هيك نلقط نفس وبعدين بحل الحلال. ها أخي أنا بعرف قلع شوكي بإيدي، خلاص. شو؟ مردود عليك ولك معفن وهي قدام امك، اذا بيتعرض لك هالصرماية بصغيرة او كبيرة والله رماه قدامي ودقيت بخوانيقه رح بفلته وزدته بحضنك، وساعتها ما حدا قاتله غيرك. وها منيحة هاي؟